أكثر من 60 عضواً من فرقة ألكسندر الموسيقية الرسمية للجيش الروسي قضوا اليوم في حادث تحطم طائرة روسية كان على متنها 92 شخصاً. الفرقة بقيادة فاليري خليلوف كانت في طريقها إلى سوريا للمشاركة في احتفالات رأس السنة، وهي تعد رمزاً روسياً على مسارح العالم وحتى في مناطق النزاعات، وتضم نحو 200 مغن وراقص وموسيقي. أما الطائرة المنكوبة فهي من نوع توبوليف 154، كانت متوجهة إلى قاعدة حميميم العسكرية قرب اللاذقية، وقد تحطمت فوق البحر الأسود بعد إقلاعها من مدينة سوتشي. الجهات المختصة انتشلت 10 جثث قبالة ساحل المدينة. نعتزم إرسال أكثر من 100 غواص للمساعدة في عمليات البحث. عمليات البحث تغطي أكثر من 10 كيلومترات مربعة. وإضافة إلى أعضاء الفرقة الموسيقية كان على متن الطائرة جنود روس وتسعة صحفيين وطبيبة، وقد عثر على أجزاء من الطائرة المحطمة على بعد 1.5 كيلومتر من ساحل مدينة سوتشي بعمق نحو 60 مترا. لا نستبعد أي احتمال بشأن تحطم الطائرة بما فيها العمل الإرهابي، وحتى اللحظة لا توجد معلومات عن ناجين في هذه الكارثة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الاثنين يوم حداد وطني على الضحايا، وأكد أنه ستجرى تحقيقات شاملة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة.